يعني فك وحل مجموعة من المشاكل اللي عاشها المدينة. تدخلاتهم ما كانش أكثر ما نقول لكم في فؤاد، أكثر ما نقول لكم سيد الوالي على أن هذه المدينة التاريخية بأسوارها بتاريخها بحضارتها عمرها ما غتنساك، وعمرها ما غتنساك كل رجالات الدولة اللي قدموا الخدمات الجليلة لهذه المدينة. نشتاق لكم كثير، كنتمنى لكم التوفيق في العمل ديالكم الجديد في اقليم الحوز، والتوفيق كذلك لمن سيخلفكم على اساس انكم عليتوا شويه للبار باش يطلع ويمشي تحت هو. لذلك نتمنوا من السيد المسؤول الجديد انه يكون في نفس المستوى او اكثر، علاش لا، هذه مدينتنا وهذا وطننا وهذا رعايا صاحب الجلاله. هنيئا لك، واحد الهديه بسيطه وجميله كما قلت كتحمل خطيتها الحب والاعتراف والتقدير للدكتور فؤاد، ويسلمها له السيد والي الجهه باسم كل اقليم اسفي مدينه اسفي والجهات. بكلام الدكتور فؤاد مرابط اللي غادر الخطه الحركيه الانتقاليه الى اقليم الحوز، وحتما ان شاء الله سيكون المسار موفقا، لانه سي فؤاد هو من ولاد الناس اللي إلا تذكرنا المرحوم الحسن الثاني رحمه الله كان قال على أن المغرب في حاجة إلى ولاد الناس. هذا واحد من ولاد الناس اللي عشنا معهم وعيشنا معهم. هنيئا سي فؤاد، بالتوفيق إن شاء الله. يا مرحبا بك لا سيدي القطاع الخاص أسفي. الحضور الكريم وحل المناسبة.